تحدياتي المرموم عبر شاشة دبي ريسنج مع الأصالة مع التنافس والتحديات. نسير مع المراكز الأولى مباشرة، وأدهم يسيطر على المقدمة، أدهم يقود المشاركين ويتقدم بالمركز الأول من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، من يقدم هذه النوعية الجميلة مع العاصفة وهجنها. المركز الثاني يأتي في ثاني المراكز مبعد، هناك ينطلق على ثاني المراكز لاسمه الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم وقانم بن مسفر بالقوبع في التضمير. نقلتنا على المركز الثالث وثالث المراكز، يتقدم هناك نشوان من الجانب الاخر، تعود ملكية نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة طارش بن مبارك بالقوبع، بينما المركز الثالث ياتي في الظبي لسمو الشيخ راشد، المركز الرابع عفوا ياتي الظبي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وياتي بالظبي اللي هو عتيج بن سالم بالعرطي مع مسار الظبي على المركز الرابع. المركز الخامس سنا شاهين ياتي في المركز الخامس لاسمه الشيخ حمدان بن راشد الهتاش، على ثالث المراكز لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني سالم بن عامر المدهوشي في عملية التضمير. الثلاث المراكز الأولى بقيادة شاهين، شاهين يسيطر مشاهدينا الأعزاء، لا زال مصر على البقاء في هذا الموقع في هذا المكان الجميل لاسمه الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم نابت بن سلطان بن رشيد. هناك يقدم مشاهدينا الاعزاء اللي هو شاهين، ولكن شوف ادهم مشاهدينا الاعزاء، ادهم بانجازاته، ادهم بانطلاقاته الرائعه وتحديات الجميله في هذا الانطلاق. يجدد هذا الموسم استعداده، يجدد هناك مع العاصفه مع هجن العاصفه بهذا الانطلاق، اللحظات الاخيره ولحظات الوصول الى خط النهاية. وادهم سيطر على المقدمة، سيطر على المركز الاول، تهانينا وناموس على هذا الفوز للمرة الرابعة على التوالي لهجن العاصفة. وادهم يصل معلن الفوز، تهانينا للواثق كذلك حمد بن راشد بن غدير. شاهين في المركز الثاني لاسمه الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الثالث لاسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، اما المركز الرابع فياتي هناك التاش لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني، والمركز الخامس في هذه اللحظات نجد لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام كان مسار هذا الشوط الجميل وهذا التحدي الرائع على أرضية هذا الميدان. هذا هو مشاهدينا الأعزاء، أدهم يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق و50 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لحمد بن راشد بن غدير كذلك على مسار هذا الشوط، بينما المركز الثاني وصل فيه شاهين، قطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق و51 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا لنابت بن سلطان بن رشيد وصل في المركز الثالث الشاقي، قطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق و54 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا لعلي الحاج كذلك على التضمير.